أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأن تجعل الحزن إن شئت سهلا. وبعد، فاستمرارا في الخطاب القرآني الداعي إلى بذل المهج وبذل النفوس وبذل المال وبذل كل غال ونفيس من أجل إرضاء الله سبحانه وتعالى، يقول الله تعالى بعد هذا كله: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته. الآية. لا شك أن حديث القرآن فيما سبق كان حديث عن الذين آمنوا بالله ورسوله، وهؤلاء صديقون، وحق لهم أن يكونوا صديقين لأنهم اجتمعوا الإيمان من جميع أطرافه ولم يستثنوا نبوة من النبوات، وسبق بيان هذا. وهؤلاء كما قلت هم الشهداء أيضا، هم صديقون وهم شهداء، إما أنهم شهداء بمعنى أنهم بمثابة الشهداء في الأمم الأخرى، وهذه منزلة لهذه الأمة، وإما أنهم شهداء بمعنى آخر، وهو الشهادة على الأمم الأخرى، وأداء هذه الشهادة عليها يقتضي ولا شك العلم بالقرآن الكريم الذي أنبأ عن قصص الأمم السابقة مع أنبيائها، ويقتضي كذلك من الناحية الأخلاقية أن تكون هذه الأمة في مستوى الشهادة، لأن الذي يشهد على الغير قد ترد شهادته إذا لم يكن متحليا بالخلال والخصال التي تؤهله لأن يكون مقبول الشهادة. أنتم تعلمون أن الذي يؤدي الشهادة يمكن أن يرد، ويمكن أن يجرح، يمكن أن يرفض. القضاء ليس مطالبا بأن يقبل بكل شهادة، القاضي حينما يأتي إليه الشهود ليدلوا بالشهادات قد تكون هذه الشهادات مستفسرة، والشهادة المستفسرة هي التي الشهادة التي يقبلها القاضي، ولكن بعد أن يسأل الشهود كلا على حدة. وقد يأتيه من أخبار هذا الشخص أنه مثلا محدود حد في قذف مثلا، فالذي يحد في قذف ويعرف أنه قذف الناس مثلا واستوجب حدا لا تقبل مباشرة، لا تقبل شهادته، لأنه سبق له أن تورط في هذه الآثام وتورط في أعراض الناس. الذي يعرف عنه الكذب، الذي يعرف عنه ترك موجبات العدالة، كل ذلك، كل أولئك ليس لهم أن يؤدوا الشهادة في شريعة الإسلام، أي إن الذي يشهد في الإسلام إنما هو العدل الذي يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر، ومن لم يكن كذلك فهو مردود ومطعون في شهادته. وهذه لا يمكن، وهذه القاعدة لا يمكن أن تتوفر إلا للذين ينطلقون من المنطلق الإيماني، بمعنى أنه حينما يعم جو علماني أو جو يفصل الدين عن الحياة، فإننا لا يمكن أن نطالب الناس إلا بأن يكونوا شهودا كما كانوا، بمعنى أنه يأتيك الشاهد ليشهد فتقبل شهادته ولا تسأله عن دينه ولا عن فضله ولا عن خلقه ولا عن تمسكه بالشرع ولا عن خوفه من الله، هذا مسألة غير منتظرة. وبالتالي فهو يشهد كما هو على النحو الذي هو عليه، وهذا لا يمنع أنه يشهد شهادة زور وشهادة باطلة وشهادة غير مؤسسة على شروطها الشرعية، في حين أننا في ديننا لا بد أن ندخل في حالته الخاصة، لا بد أن نسأله عن شخصه هو، لا بد أن نستطلع، لا بد أن نتعرف. والقضاة عندنا كانوا يقومون بهذه القضية،
كانوا لا يقبلون الشهود كما جاءوا، بل لا بد أن يسألوا عنهم وعن عملهم ومهنهم وما عرف عليهم إلى غير ذلك، ويستفسرون عن أحوالهم ليقبلوا أو يرفضوا. بمعنى أن مفهوم حق الإنسان في أن لا يظلم هو متحقق في المفهوم الإسلامي، وهو ليس متحققا في المفهوم غير الإسلامي. أي نحن إذا تشددنا في الشهادة فإنما نتشدد فيها حماية للذي تناله تلك الشهادة، وقد تسلبه حقه، وقد تسلبه حريته، وقد تحكم عليه بهذه الشهادة ربما بحكم الموت. فكيف يكون هذا الإنسان صاحب حق، ونتحدث عن حقوق الإنسان، ونحن لا نشترط في الشهيد أي شيء، لا نشترط فيه أي شيء، لا نشترط فيه خلقا ولا نشترط فيه دينا. طبعا هذه مسألة مضطربة، والغرب الآن ومن ليسوا على دين الإسلام لهم فيها خلط كبير. هؤلاء الذين يقولون للشهود أقسموا، ويقسم الشاهد وهو لا يؤمن بشيء، يرفع يده ويقسم بشرفه أو كذا، ويقول له القاضي قل إني أقسم، فيقول ذلك الشاهد أقسم ججور، أقسم على شرفي. ما هو الشرف الذي يقسم عليه؟ وما معنى القسم؟ وما هي نتيجته؟ وما هي عقوبته؟ ومن سيحاسبه؟ هذا هو الذي نجده الآن فيما يسمى الآن بتضليل العدالة، في الملفات الكبرى المفتوحة الآن في أوروبا، في أمريكا، في قضية الأسلحة الكيماوية وأسلحة الدمار الشامل. سمعنا عن هذه الأشياء، وهذه مسألة منطقية جاءت على أصلها، أي الذي يشهد وليس له قاعدة إيمانية يمكن أن يشهد بأي شيء يمكن أن يؤدي به إلى هذه النتيجة. على كل حال، الأمة الإسلامية وهي أمة الشهادة، وهي شاهدة على الأمم الأخرى، يجب أن تعلم أن هذا ليس فقط حظوة أو منزلة، بل هو تكليف وارتقاء بالأمة الإسلامية لن تكون في مستوى الشهادة، لأنها إذا كانت دون ذلك لا يمكن أن تقبل منها شهادة، وهي دون المستوى الذي يؤهلها لأن تقبل منها الشهادة، لأن أحكام الشرع كلها ماضية على أن الذي يشهد لابد أن يتوفر فيه مستوى معين. ولذلك أيضا أقول ورددت في هذا في اللقاء الماضي على هذه المقولة التي أصبحت تعم الآن في أو تتحرك في بعض الأوساط الثقافية، التي ترى أن هذا المفهوم، أي مفهوم شهادة الأمة الإسلامية على الغير، هو مفهوم تميز وارتقاء وارتفاع الأمم الأخرى، وهو إن شئتم قلتم عدواني على الآخرين، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. قال بعضهم إن هذا يميز هذه الأمة ويجعلها في مكان، ونحن الآن ونحن نستبعد النصوص التي تؤدي إلى العدوان والكراهية الآخر، لابد أن نستبعد هذا النص. هذا كلام قيل في المدة الأخيرة، هذا كله لا يفيد، أو قائل هذا لا يعي ما يقول، ولا يعلم أن الشهادة عندنا إنما هي قوامة على الأمم، بمعنى أن نكون في مستوى أن نقص وأن نعلم تاريخ البشرية. هذه شهادة، أننا الآن مفروض فينا أن نكون لنا علم بالتاريخ. أي الأمة الإسلامية من حيث هي أمة إسلامية، هي أمة لها علم بالتاريخ. نحن الآن لنا وعي بالتاريخ منذ فجر التاريخ، عندنا وعي ببداية الخليقة، عندنا علم بقصة نوح، عندنا علم بقصة إبراهيم، عندنا علم بالنبوات التي ذكرها كتاب الله لنا، وجاءتنا الأخبار الصحيحة التي تفصل فيها، عندنا علم بهذا كله. فلذلك نحن الآن أمة مؤرخة وشاهدة بموجب ما لديها من الأخلاق التي تؤهلها لأن تكون أمة شاهدة. إذن فعكس تماما ما يريد هؤلاء أن يوحوا به، فهذا تربية للأمة ورفع لها وإعلاء لها. والناس الآن يجعلون من أنفسهم قوامين على الحريات وعلى حقوق الإنسان وعلى الديمقراطية، ويرون أن من واجبهم أن يعمموا ذلك وأن يحاسبوا الناس على هذا. فلماذا يقال إن الأمة الإسلامية، أو يعاب على الأمة الإسلامية أن يقول كتابها إنكم أمة الشهادة؟ وليس في الشهادة إلا أداء الحقيقة، ليس فيها تسلط، ليس فيها إرغام، ليس فيها قهر، ليس فيها أي معنى المعاني التي يخاف منها أن تكون عدوانية أو تسلطا أو شيء من هذا القبيل.
إذن فهذا سبق إشارة إلى بعضه في معنى الشهادة التي نحن مكلفون به، بمعنى أن الشهادة إما هي من باب الاستشهاد الذي هو أمر آخر، أو الشهادة التي هي أداء هذه الشهادة. والشهداء عند ربهم هؤلاء لهم مكانة ولهم منزلة، إما أن يكون أولئك الذين هم صديقون هم أنفسهم شهداء، وإما أن يكون الشهداء لهم مكانة أخرى. المهم في كل الأحوال كتاب الله ينقلنا بعد هذا إلى حديث يبدو كأنه منفصل عن هذا، حديث كتاب الله عن الدنيا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ما صلة الحديث عن الدنيا بالحديث عن الشهداء وعن الصديقين فيما سبق؟ ما صلة هذا مع الحديث في أو الدعوة القرآنية إلى الإنفاق: أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه؟ لماذا ينتقل كتاب الله من كل هذا إلى هذا الحديث الذي يبدو كأنه مباغت؟ والواقع أن هذا الحديث إنما هو تأييد لما سبق وتعزيز للمعاني التي سبقت، بمعنى أنكم النهاس أنتم مدعوون إلى أن يكون همكم الأكبر هو رضا الله سبحانه وتعالى، وأنتم مطالبون بحكم أنكم أمة إسلامية أن تعطوا. أمة الإسلامية هي أمة العطاء، قبل أن يفكر الإنسان في الإسلام أن يأخذ فهو يجب أن يكون معطيا، ومن لم يعطي لم يعطى، وهذا الوجود يتأثر بالجود كما يقال، هذا الوجود متأثر قائم على الجود، كل من ليس فيه جود لا يستحق الوجود. الشجرة التي لا تثمر تستحق النار، الأرض التي لا تعطي نتاجا سوف تهمل، الحيوانات التي لا تعطي لبنا تحال على المجازر لا يبقى لوجودها معنى، الحيوانات التي تستعمل للحرث وللدراسة ولأشياء من هذا القبيل إذا عجزت لم تستحق بعد ذلك أن تكون طاعمة عند أهلها وعند أصحابها. كل شيء يؤدي وظيفة، الجهاز الذي تشتريه بثمن إذا توقف عن أداء ثمنه تلقيه في مزبلة. إذا اشتريت شيئا نفيسا بثمن غال وثم تعطل لا يمنعك أنك اشتريته بثمن كبير أنك بعد ذلك تلقيه في الشارع. اشتريت ثلاجة مثلا ولم تستطع إصلاحها فتعطلت، ربما ترى أنها ستضيق عليك في البيت فتخرجها وتلقي بها. تشتري أي آلة من الآلات لأنها لم تعد تستطيع أن تعطي، لم تستطع أن تعطي أو تواصل العطاء فلذلك لا تستحق البقاء. هكذا والأمة الإسلامية كلها أمة العطاء، إذا لم تكن تعطي لا تستحق كذلك أن تبقى. إذا لم تعطي إيمانا للناس ومنهجا جديدا وحالات من استعادة الوعي التي يحتاجها الناس فهي أمة على الهامش، ربما يرى أن وجودها هو وجود زائد وأنها عبء وثقل على البشر. إذن فهذه مسألة كتاب الله. إذن يقول للناس بعد أن استحث الناس على العطاء بكل أنواعه، ها يقول لهم في نهاية المطاف: ماذا ستعطون؟ من أي شيء ستعطون؟ إذا أعطيت، إذا منحت، من أي شيء ستعطي؟ ستعطي من المال، ستعطي من هذه الأمور التي تمتلكها، هذه الدنيا، هذه المال، هذه الحياة، هذه المراحل، هذه الأشواط، هذه الخطوات، إذا عظمت في نفسك وكبرت صارت صنما داخلك. الدنيا حينما تكبر داخل الإنسان تصير صنما، ويصعب على الإنسان أن يعرف ربه وفي قلبه صنم، يصعب على الإنسان أن يصل إلى الحقيقة وفي قلبه صنم كبير. هذا الصنم يتضخم، كلما ترك تضخم ونما، يشغل جميع جو الإنسان وقلب الإنسان. فهذه الحياة أو هذه المكاسب الدنيوية هي أشياء تهون في نفس الإنسان، يهونها الحق سبحانه وتعالى في نفوس الإنسان، بحيث تصير حياة الإنسان هي عبارة عن قصة، وعن قصة ذات فصول متلاحقة، فيها الفصل الأول والفصل الثاني والفصل الثالث الرابع والخامس والسادس، تكون
في الآخرة. ها؟ هذه القصة التي هي حياة الإنسان إذا كتب له أن يكمل جميع فصولها تسلمه، يسلمه فصل إلى فصل ومشهد إلى مشهد، لعب لهو زينة تفاخر تكاثر، ثم حساب بعد ذلك. إذن فهذه الدنيا لا يجوز أن تعظم في نفوس الناس بالقدر الذي يمنعهم من الخير، ولكن هذه الدنيا لا يجوز أن تصغر في نفوس الناس بالقدر الذي يجعلهم كذلك مهملين وأناسا لا يهتمون بحياتهم وأنهم يطعمهم الغير ولا يقومون بشؤونهم. هذه هي المعادلة الصعبة، أن الدنيا يجب أن تعطى مكانتها على النحو الذي تجعل الناس يشتغلون من أجل تحقيق دنيا كريمة تناسب كرامة الإنسان المسلم، ولكن في نفس الوقت يجب أن تظل هذه النفوس، هذه الدنيا بأيديهم لا بقلوبهم، يتصرفون بها ويؤدون ما يجب أن أداؤه، ولكن هم في أنفسهم سالمون من إسرها ومن أغلالها ومن قيودها. هذه المسألة التي إذن، فإذا رأيتم أن كتاب الله يذكر الدنيا في هذا الحال، وهذه الآية، هذه الآية من الآيات ربما التي نفهمها ونسارع إلى فهمها فهما خاطئا يضر بنا في بعض المرات، يضر بنا، ولكن نصوص الشريعة كفيلة بأن توضح لنا ما المراد بهذه الكلمات التي ساقها الله تعالى. حينما يذكر الله تعالى من الدنيا أنها لعب، أنها لهو، أنها زينة، أنها تفاخر، أنها، هل من أجل الاستهانة بها مطلقا؟ هل من أجل قذفها؟ هل من أجل الاستغناء عنها؟ هل من أجل أن يعيش الإنسان جو آخر غير هذا الجو الدنيوي الذي يعيشه الإنسان؟ هذه مسألة فيها بحث وفيها لابد من توقف مهم، ويجب إن شاء الله أن نقف عند الكلمات دائما تفهم المقلوب، ويجب أن نفهمها فهما يساعدنا على أن نحقق وجودنا في الدنيا وأن لا نخسر الآخرة. هذا هو المطلوب. حينما نبدأ في الآية بهذه الإشارة التي تفيد أن هنالك شيئا يجب أن يعلم، اعلموا، واعلم دائما كلمة تنبيه في الكلام العرب يراد بها إيقاف الإنسان الذي يتحدث إليه وجعله يعطي مزيد عناية لهذا الذي يتحدث فيه. اعلم يا هذا، اعلم فلان أن الله تعالى أشد قدرة عليك منك على عبدك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابي فيقول اعلم كذا. هذه اعلم هي عبارة عن تحريك لهذا الإنسان حتى يتوقف وحتى يعطي القضية ما هي جديرة به من العناية ومن النظر ومن التعمق. فكل ما يقال فيه اعلم فهو شيء مهم يستحق البحث ويستحق النظر. هذه الحياة الدنيا وهي جزء من مفهوم الحياة عندنا في الشريعة الإسلامية، في الإسلام، الإسلام قائم على مرحلية الحياة، حياة دنيا وحياة أخرى. حياة قريبة هي الحياة التي تنتهي بالوفاة لتأتي بعدها الحياة الجديدة التي تبتدئ بعد الوفاة، فهما فصلان من الحياة، حياة أولى وحياة أخرى، والأولى ممر والثانية مقر، والأولى إعداد والثانية استفادة واستغلال، إلى غير ذلك من العلاقة التي جعلها الله تعالى بين الحياة الأولى والحياة الثانية. وهذا جزء من التصور الإسلامي عليه صلحت أحوال الأمة الإسلامية، وبقدر ما يمس هذا التصور أو يستقر في نفوس الناس أن الحياة إنما لها هذه المرحلة الأولى أو هذا الشوط الأول، حينئذ يفسد كل شيء في حياة الإنسان. أي لم يصلح في الناس سلوك إلا باعتقاد أن هنالك مرحلة ثانية يجب أن يعمل بها لها، وهي البقاء، دار البقاء، وهي الآخرة، وهي الدائمة، والأولى ثانية. وقد سميت الأولى دانية ودنيا لدنوها أو لدناءتها كما قال في ذلك العلماء، ولكن المهم أنها قريبة وأنها الإنسان يحياها. إذن فمفهوم الدنيا
أو مفهوم الحياة أساسا عندنا وعند غيرنا من من ليس متديننا مفهوم مختلف. الحياة لما نتكلموا عند إنسان لا يؤمن بالله إذا قال لك لا في الحياة لا في أي مثلا الحياة كذا يقول الحياة نحن عندنا هل تقصد الشرط الأول أو الشرط الثاني؟ الحياة ليست هي هذه الدنيا التي نحن فيها فقط، هي المدى الأول ليبتدئ المدى الثاني. فمفهوم الحياة ولو أن إنسانا قصر الحياة على المفهوم الأول لم يكن مؤمنا أبدا. أي في مفهوم الحياة حينما نتحدث عن الحياة نتحدث عنها ببعديها الأول والآخر ليصلح لنا اعتقادنا. وربما إذا تحدث غيرنا عن الحياة لا يطرق ذهنه إلا أن الحياة التي يتحدث عنها هي حياة نهايتها الموت، لأن ما بعد الموت هو اضمحلال واندثار وفناء وقل ما شئت مما يفيد أن الإنسان قد انتهى. إن هذه الحياة الدنيا المقدمة المعجلة لها هذه الصفات، لعب له زينة تفاخر تكاثر. إذا أخذت هذه الحياة نأخذها الآن بكيفية متسلسلة، نقول إن هذه الحياة لا يحياها الإنسان بنفس الوتيرة وبنفس الدرجة وبنفس الوعي وبنفس النمط من الحياة. فهذه الإنسان يحيا الحياة الأولى إلى أن يصل إلى، أي منذ أن يخرج من بطن أمه، منذ أن تتفتق بعض مواهبه وينطلق أساسا في عملية معينة هي عملية اللعب. واللعب بالنسبة إليه هو حياته. الطفل حياته تستغرقها أشياء معينة، أكل شرب وتبرز معهما ونوم ولعب، ولا يعي بعد ذلك شيئا آخر مما يفعله الناس. هذه مطالبه في وجوده الأول. ولكن اللعب عنده شيء مهم، واللعب هنا لعب فطري غرزي، لعب جعله الله سبحانه وتعالى لعبا وترويحا وتنفيسا واسلوبا للاتصال بالعالم الخارجي. الطفل يلعب، الطفل يكسر، الطفل يجس، الطفل يقوم بعمليات هي لعب، ولكنه مع ذلك يتعلم منها، يحرك حواسه، يحرك بصره، يجيل بصره، يحرك يديه، يكتسب بعض المهارات، يقذف هذا الأمر، يحسن مثلا قذفه أو يفلت منه أو يند منه أو يتكسر هذا الأمر إذا لم يستطع أن يحمله بيده، إلى غير ذلك من الأشياء التي تعرفون كيف تنشغل بها الأمهات. الأم دائما تتابع ولدها في لعبه لأنه دائما يعتبر بالنسبة إليها مزعجا، وكلما كانت لعبه وحركاته كثيرة كلما كان بالنسبة إليها ذلك كان مزعجا. لكن هذا الطفل يخرج من مرحلة الطفولة لينتقل إلى مرحلة أخرى تكون الغرائز قد نشأت لديه، ويكون الإنسان قد انتقل من هذه الحالة إلى حالة أخرى ويحس بوجوده إحساسا آخر، فيبتدئ في أمر آخر وفي مرحلة أخرى هي مرحلة الشباب واللهو والارتماء في تحقيق الشهوات التي يمكنها أن تستمر طويلا. هذه الشهوات التي قد تكون شيئا مما يعود إلى الجنس، قد تكون استغراقا في رقص، قد تكون استغراقا في مجون، قد تكون استغراقا في مضيعة أوقات، إلى غير ذلك من الأشياء التي تعرفون كيف يعيشها الشباب، وأنتم ترون كيف يعيش الشباب حينما يكون شبابا بهذا المفهوم، مفهوم اللهو، وماذا يمكن أن يفعل من أجل اللهو. قد يثبت ذاته، يريد أن يثبت ذاته باللهو، بالسرعة الجنونية، بالعدوانية، باللباس الغريب، بأشياء من هذا القبيل مما يفيد في أن يفيد أن الرجل أو أن هذا الشاب يريد أن يستلفت الناس إليه. موسيقى صاخبة وأصوات مزعجة يطلقها في سيارته إذا كانت له سيارة ليقول للناس إنني حاضر وإنني استطيع أن أخذ مشاعركم وانتباهكم بالرغم منكم. هذا لهو جاء بعد لعب.
ثم ينتقل الإنسان ويخرج من هذه المرحلة مرحلة اللهو ويؤسس بيتا ويتزوج فيأخذ نمطا جديدا ويهتني بأناقته وبجلبابه وبلباسه وبسيارته ذات النوع المعين وببيته وبأشياء كثيرة في حياته، وتأخذ المرأة نحوا من ذلك وتهتم بتفاصيل لباسها، ويستغل الناس فيها ذلك التوجه فيبيعونها الأشياء بالأثمنة الكثيرة ويطالعونها بالتفصيلات وبالأشياء أو بالموضات الجديدة، وفي كل يوم هي تريد أن تكون في مستوى من المستويات التي يقال فيها إن هذه المرأة تلبس آخر صيحة وتلبس آخر ما في الأسواق، ولا يعنيها أن يكون ذلك تبذيراً، أن يكون ذلك في مضيعة، أن الذي يشترى لا يستعمل، هذه مسألة أخرى. وأنتم لو ذهبتم إلى الأسواق الكثيرة الآن التي أصبحت متطورة، أسواق في ساحات كبرى فيها جزء مما يباع فيه أجهزة إلكترونية ووسائل ترفيه ووسائل استماع وأشياء مرئية وما أشبه ذلك، ولو دخلتم الآن في الأسواق الكبرى الموجودة في بعض المدن الكبرى لوجدتم أن الإنسان وهو يشتري ليس طبيعيا، الشراء ليس طبيعيا، الشراء أصبح مرضا، لا يخرج الإنسان وفي نيته أنه سيشتري شيئا لأنه احتاجه، لا، إن هنا قد ظهر نوع جديد من كذا من الأواني يجب أن يشترى، وما كان سابقا هذا كله لا يصلح، مع أن الإنسان استعمله وعاش به مدة. لقد ظهر الآن نوع كذا من المشتريات من الألبسة من كذا، فالشراء الذي يشتريه الرجال والنساء بصفة أخص هو في الغالب ليس شراء من أجل تلبية الحاجة بقدر ما هو شراء من أجل علاج نفس متلهفة للشراء لتشترى أشياء لا تستعمل ربما. وعقلية الاستهلاك والروح الاستهلاكية التي يبثها فينا الغرب والخواء الروحي الذي نعيش فيه وعدم وجود مشغلة نشتغل بها وعدم اهتمامنا بمعالي الأمور جعلنا فعلا نرتمي ارتماء أكثر مما يرتمي الآخرون في هذا الباب، كأن الإنسان ليس له موضوع يعنى به، لا علم يريد أن يحققه، لا تطور فكري يريد أن يحصله، لا، الإنسان الذي لا يشتري كتابا يشتري زجاجة خمر، يشتري ملهاة من الملاهي، لماذا؟ لأن ما هو فكر أصبح لديه ضعيفا. أنتم أخذوا هذه القضية دي وشوفوا في المدن ديالكم وشوفوا في انظروا إلى ما يمكن أن يكون وعي الناس باش تشوفوا الناس فين غاديين. المكتبات هي المؤسسات التي المؤسسات الحضارية الأولى في كل بلد، هي المكتبات، من يؤم المكتبة، من يدخلها، من يشتري، من يقرأ ولو مجانا، حتى طلبة العلم عندنا إنما يقرؤون بروح التاجر لا بروح المحب للعلم، إذا كانوا مطالبين ببحوث نعرف هذا إجازة وكذا تراهم يتفانون ويشتغلون بالليل والنهار، لكن هذه تنقطع مباشرة بمجرد أن يحصلوا على تلك الشهادة كأنهم لم يعد لهم بها صلة. وأنتم ترون الآن أننا كل سنة نخرج أفواج من الدكاترة، ولكن أين هو النشاط الذي يكونه هؤلاء الذي يبث هؤلاء؟ ماذا ارتفع عن الناس؟ ماذا تغير الآن في ذهن الناس؟ هل تكون الناس فعلا؟ عدد كبير من الأطاريح، عدد كبير من الدبلومات، عدد كبير من الشهادات التي توزع سنويا على مستوى مدينة كهذه المدينة مثلا، ولكن ما هو المقابل؟ هل أحدثت هذه الأطاريح وهذه، هل وجدنا هناك نهضة ثقافية فعلا؟ هل هناك حضور لهؤلاء؟ دعنا لنقول إن هؤلاء يستعملون مادتهم التي حصلوا عليها على أقل في جلسة في مقهى، هل توجد لدينا مقاهي أدبية؟ هل توجد لدينا مقاهي تطرح أو تناقش فيها قضايا فكرية؟ هل يوجد عندنا منتديات تدل على أننا فعلا نعيش بعقولنا وبأدمغتنا وبأفكارنا؟ لا شيء من هذا القبيل. أناس أخذوا الشهادات وثم ذهبوا،
واستفادوا منها ويطالبون بمقابلتها لا أقل ولا أكثر. عندي شهادة أحتاج السلم كذا وهذه. أما أن نحول ذلك إلى وعي تقريبا إن هذا يوشك أن يكون الآن غائبا عن في الأفق الظاهر، ليس لهذا تقريبا وجود. أنا حينما أقارن بين مدينة قديمة إسلامية قديمة يقال فيها إنه كان فيها 100 حلقة مثلا مثل الأزهر، وأن بعض المساجد في بعض المدن ربما يجتمع فيها في اللحظة الواحدة 65 العلماء، ولكل حلقته ولكل جلساء ولكل من يسمع منه. حينما أخذ هذه المدن التي كانت موجودة في عصر كنا نسميه عصر التخلف ونقارنها بمدننا الآن التي يتوقف فيها كل شيء، الصيف بقي لم يبقى إلا أن الناس يغلقون أدمغتهم، بقي حاجة أن الناس يغلقوا دماغهم، من لا درس ولا حديث ولا دراسة ولا متابعة ولا خطبة ولا حتى شيء، ما بقت كل شيء معطل، الدماغ ما تستغلش الآن معطلة، هو السنة كلها هو كسول ويزيد في نهاية الآن يبلع يسد ويدي سوات ويمشي يروح، مشى البحر مشى الجبل مشى البر مشى، وتتوقف الحياة كلها. وتوقف الحياة الثقافية هي في الحقيقة رزية كارثة كارثة. هذا البشر موجود، هؤلاء الناس موجودون، لماذا تتوقف الحياة؟ لماذا؟ إذا كان العلم كانت العبادة كان العلم عبادة، هل يجوز أن تتوقف العبادة؟ لماذا لا يجتمع 3 و4 و5 من الناس ليقرأوا شيئا ما ولو في حر الصيف؟ في الصيف أنت الآن خصت تقرأ، والآن هل الحياة والأفكار التي تأتي الآن من هنا وهناك تنتظرك حتى تجي انت في سبتمبر وتجي في أكتوبر عدم قانون تكلم في شيء؟ هل الدنيا توقفت؟ طبعا لا. إذن الدنيا تتحرك من حولنا، والدنيا تفرز مجموعة كبيرة من 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 المعطيات من المعارف من المطابع، يوميا تكتب الكتب دائما تصدر، لكن احنا بالنسبة إلينا تقريبا هذا الشيء كله يعتبر أمرا بعيدا أن نفكر فيه. لذلك قلت إن العلاقة التي نحن نعيشها حتى مع مجال الثقافة خصوصا في مثل هذه الصائفة ومثل هذه الظروف هي علاقة تجارية، علاقة تجارة مع العلم ومع المعرفة. فحينما يتوقف أو حينما نحقق الغاية المادية من معرفة من 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 العلم يتوقف. إذن نعود لموضوعنا. الله سبحانه وتعالى يجعل الحياة ذات أشواط، ومن أشواطها اللهو الزينة كما قلت، بعد الزينة التفاخر ثم التكاثر. هذه أشواط نحن الآن نعيها نعرفها، وهي مراحل تقريبا لا شيء أن نحددها بسنوات في حياة الإنسان، يمكن أي متى يبتدئ هذا ومتى يبتدئ هذا ومتى يبتدئ. لكن هل معنى ذلك أن هذه الحياة محتقرة إلى هذه الدرجة التي لا تصلح فيها، أي ليس فيها مرحلة صالحة؟ هذه الحياة لعب لهو زينة تفاخر. إذن ما هو مكان الإنسان المؤمن في هذه الحياة إذا كانت كلها مشغولة بهذه المراحل؟ الجواب هو هذا الذي يجب أن نفهمه من الآية، وهو أن الله تعالى فضلا منه ومنا، ومن أجل أن لا تتحول الحياة وتصير الحياة رتيبة وأن لا تصير لونا واحدا مملا، أعطى في هذه الحياة في كل الجوانب أعطى تحولات وتغيرات تستريح بها النفس، لعب يناسب مرحلة فقد الملكات الفكرية، له يناسب انبثاق الشهوات والغرائز في الإنسان. إذن هذه أشياء ليست إلا من إرادة الله تعالى، لأنه هو الذي خلق الإنسان، هو الذي جعل هذه التطورات هي مراحل حياته، هو الذي أوجد هذا الإنسان بهذه الكيفية. إذن فهي من حيث إنها خلق الله شيء يجب أن نقبله كما نقبل الفطرة،
لا نتمرد على الفطرة. إذا كانت الحياة فيها جزء منها فيها لهو فهي لهو، وإذا كانت الحياة فيها جزء منها فيه لعب فهو لعب. ونحن إذا خالفنا مراد الله في هذا نكون كما لو خالفنا أي قانون من قوانين الفطرة، ونحن قلنا إن شريعتنا شريعة فطرة بخلاف المسيحية مثلا التي جاءت لتعاند الفطرة في قضية الزواج فأخفقت ودخلت في متاهات بعيدة. نحن أدنى يجب أن نحترم هذه الأشياء، نحترم أن فترة اللعب فترة نعم خلق الله ويجب أن تكون فترة باقية، ماشي بمعنى أن الله تعالى قال إنما الحياة الدنيا لعب يجب أن واللعب لا يصلح إذن فيجب أن نوقف اللعب، اللهو لا يصلح إذن فيجب أن نتوقف عن كل لهو، ونجعل الحياة رتيبة كأننا نعاكس مراد الله في الخلق. هذه المحاولة هي اللي الآن نحن نسمعها في المساجد، هي محاولة يائسة وبائسة وتؤدي إلى النتائج الكارثية. هي هذه، أنك تريد أن تجعل الحياة على خلاف ما أراد الله لها أن تكون. أراد الله أن تكون الحياة لعبا يجب أن يكون فيها لعب، وتكون لهوا يجب أن يكون فيها لهو، كانت زينة يجب أن يكون فيها زينة، فيها تفاخر يجب أن يكون فيها تفاخر. ماشي الآية بمعنى إلغاء هذه الأشياء، وهو التعبير للفهم السائد. معنى ذلك أننا يجب أن نلعب في فترة اللعب، وأن نعطي أبناءنا فترة اللعب ليلعبوا، ويجب أن نعطي اللعب مكانته باعتباره مرحلة أراد الله لها منها للطفل أن يصل إلى غايات معينة. ولكن حينما يصل اللعب إلى خارج الحدود، حينما يستغرق اللعب كل المرحلة، حينما يصل اللعب لاعبا مزعجا، حينما يصل هذا اللعب لاعبا قاتلا، نضبطه. وهذا شأن الشريعة الإسلامية، أنها لا تعاند الغريزة وإنما تضبطها وتنظمها. إن هذا الشيء اللي أقول لكم في المستوى الأول، أي مستوى اللعب. اللعب مرحلة أو شيء مركوز في نفس الإنسان وفي نفس الطفل خاصة، يجب أن ننسجم معه. ما هو اللعب الذي يقال فيه هذا لعب بالمعنى السيء؟ ردوا بالكم، اللعب عند بعض العلماء هو فعل ما لا فائدة فيه، فعل ما لا فائدة فيه. والله تعالى نفى هذا عن نفسه، وما خلق السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. لا هذا لا، الله تعالى لا ليس له لعب في الفعل، أي بلا فائدة. واللعب فعل الشيء من غير قصد صحيح، هذا التعريف ديال اللعب، فعل ما لا فائدة فيه أو فعل ما ليس فيه قصد صحيح، عمل تقوم به وليس له قصد وليس له غاية وليس له هدف معين، فهو إذن لعب، يسمى من لعب بالمعنى القدحي بالمعنى الذي لا يصلح. لكن ما يمكن أن يكون لعبا عند الأطفال مثلا إذا نحن أعطينا الطفل فرصة أن يحرك يديه ويستعمل مواهبه وأن يلعب لعب الأطفال، وجعلنا ذلك اللعب سبيلا إلى تربيته وإلى تلقين المعاني التي هو في حاجة إليها، هو بحسب اللغة أو بحسب المرحلة يسمى لعبا، ولكن بحسب المفهوم الشرعي ليس لعبا، لأن اللعب هو فعل ما لا فائدة فيه، وهذا الطفل هو يلعب ولكن يفعل ما فيه فائدة. وإذا كان الأئمة القدماء الكبار قالوا إن الأمة إذا أحسنت توظيف هذا اللعب ومنحه معاني سامية فإن ذلك يكون من سبب رقيها، العلماء القدماء وقفوا مع اللعب وذكروا أمرين، وذكرت عائشة أمرين في قضية اللعب، ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على جوار في يوم العيد
وهن يلعبن ويرددن ما تقاولت به الأنصار في يوم بعاث. كانت هؤلاء الجواري يرددن، فتيات صغيرات يرددن ما قالته العرب من الأوس والخزرج في يوم بعاث. ويوم بعاث هو يوم اختلف فيه الأنصار والمهاجرون، الأوس والخزرج قبل أن يكونوا أنصار ومهاجرين، لا قبل أن يكونوا أنصارا، اختلفوا فيه في الجاهلية ووقعت بينهم أمور، فصار هذا المرح يقوم على أساس إنشاد ما وقع فيما سبق. وذكرت عائشة كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد دعاها إلى أن تنظر إلى الحبشة، الأحباشي من الذين كانوا في المسجد كانوا يأخذون الحرابة وهم يزفنون، وجاءت عائشة وقالت: وضعت نحري على منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت أرى ما بين منكبه إلى رأسه، وكنت أرى إليه أنظر إليهم وهم يلعبون. وفي رواية ويقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تشبعين؟ وهي تقول لا، أي تريد أن تستمر في ذلك. وهذا فيه فائدة في أنها تنظر إلى هذا الأمر، وفيه فائدة إلى أن عائشة باب استنتاج فقط أنها امرأة كانت طويلة، لأنها المرأة التي تستطيع أن تضع نحرها على كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله كان ربعة في الرجال، لم تكن قصيرة إلا فلن تصل إلى ذلك، وهي تنظر في ذلك. قال العلماء: إن هذين الفعلين وهما زفن الأحباش وترديد ما وقع في يوم بعاث واللعب بذلك كان لعبا فعلا، ولكن ما ذكر في يوم بعاث كان هو إحياء للحماسة وللنخوة وللنجدة وللشهامة ولمعاني كانت تذكر في ذلك الكلام، وفيه محبة للوطن. قالوا إن فيه محبة للوطن، تدريب على محبة، وهذا قال بعض علمائنا القدماء، إن هذا كان يثير الحباس، كان يثير الشهامة، كان فيه معنى المحبة للوطن، لأن كل واحد كان يمدح بلده وقبيلته وجهته، وكان هذا يحيى. أما ما فعله الأحباش فهو من قبيل التدريب على السرعة في الحركة، والتدريب على السرعة في الحركة هو نوع من التدريب أو ممهد للتدريب العسكري. إذن فإذا اجتمع التدريب العسكري والمرونة والخفة مع إحياء معاني الشهامة والمحبة للوطن والمحبة وإثارة القيم، إذن فهذا ليس لعبا، هذه تربية عالية، هذه تربية رفيعة. إذن هذه بالمعنى الذي ذكرت لكم معنى اللعب ليست لعبا. إذا كان اللعب هو فعل ما لا فائدة فيه فهذا ظاهره لعب ولكن فيه فائدة، إذن فليس لعبا. إذا قلنا إن اللعب فيه فعل بغير القصد، فهذا فعل فيه قصد، إن فيه تربية. تصوروا كم كان يجب أن ننتظر لأجل أن نقرأ فيما بعد في كتب التربية أن من المذاهب التربوية والمدارس التربوية الإيطالية مدرسة تدعو إلى تعليم الطفل باللعب، مريم مونتيسوري وطريقة اللعب، التعليم باللعب كنا نقرأها في مدارس، دائما في مدارس تكوين الأساتذة والمعلم دائما هالطريقة، مع أنها هي التي تحدث عنها العلماء وقالوا إنه لعب فيه فائدة وفيه. إذا كان الآن اللعب لعبا فهو بمعناه الذي ذكرت بمعنى ما لا فائدة فيه يجب أن يدرأ ويجب أن يستبعد، وإذا كان اللعب تعليما وترويضا وتأهيلا للإنسان فهو فعل فيه فائدة وفعل فيه أي من الناحية الشرعية لا يسمى لعبا. وهذا الذي يجري الآن العالم.
العالم الآن يعلم الناشئة من خلال التكوين. ما كانش لعب ديال الحجر الآن، ضرب غير الحجار ولا كذا، ما كانش في العالم الآن لعب، واللعب مدروسة ومصممة بالنحو الذي يجعل هذا اللاعب يستفيد من مواهبه. لا لعب تركيبية، لعب تفكيكية وتحليلية وإعادة التركيب، لعب تقوم على عمليات ذهنية وعمليات فكر، لعب تقوم على أساس على الملاحظة والاستنتاج والمتابعة. ومن هنا أقول أطفال المستقبل هم الأطفال الذين يلعبون لعبا راقيا. أحسن الأطفال هم الذين تهيأ لهم فرصة اللعب الراقي، وأطفال التخلف هم الذين تفتح أمامهم الأبواب في كل صباح ويخرجون ويعدون ويركبون العربات من خلف ويضربون ويصعدون الأشجار وينكسرون وتقع منهم فضائح ومآسي كبيرة، وليس لهم من وراء ذلك إلا الغباء الذي يظلون فيه. الفرق بين هذا، إن هذه نظرية إسلامية في معنى اللعب مهمة جدا ومؤصلة ولها جذور عند علمائنا، كان يجب أن ننتبه نحن إليها، وكان يجب أن نعنى نحن بها وأن نعلم أبناءنا من خلال اللعب، ولا ننظر إلى اللعب بالمعنى الواحد، ولأنما ننظر إليه بالمعنى التربوي وبمعنى الفعل ما فيه. أي إذا قلنا اللعب هو فعل ما ليس فيه فائدة فهو ما نفعله نحن، أي خدمة ديالنا هي اللعب، ما لا فائدة منه هو الخروج منه. أنت تشوف كله لعب، بنادم هامل موضر منشور في الطريق ما عنده حتى شيء غير يستنى غير الوقت يفوت، روح تشوفه في الشارع كله لعب، أحال فمو يستنى الصيف يفوت، ها ما هوش الفائدة اللي عنده، ها شنو الفائدة اللي عنده؟ ما عنده حتى شيء. هذاك لاعب وخا ديال الكبار وخا راهم يديروه الكبار، ولكن إذا كان الإنسان يستطيع أن ينتقل إلى هذا المستوى فيصير حينئذ يصير اللعب كما قلت لكم في البداية جزء من خلق الله تعالى ومن فطرة الله تعالى التي يجب أن تفهم وتدرس وتوجه من أجل أن نصل إلى بناء أول بناء هذه الشخصية الإسلامية السوية. مش يجيبوا الود نغلقوا عليه ونبلعوا عليه ونكتفوه ونحرموه من اللعب ونحرموه ونقلوه إلى الرجال، لا، هذا يعيش سن الطفولة، خصو يعيش سن الطفولة ولا يحرم من طفولته ولا يحرم من خصائص هذه المرحلة وما تحتاجه من لعب ومن نمو وما إلى ذلك، لتسلمه هذه المرحلة إلى مرحلة أخرى وتسلم المرحلة إلى مرحلة أخرى. احتفل له، يحب له، لا بد أن 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 نضبط لهوه، ماشي له بمعنى الميوعة، بل له كما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، اللهو الذي ليس باطلا كل لهو ابن آدم باطل إلا تأديب الرجل فرسه له، تأديب الفرس والانشغال بالفرس هو له سماه نفسه، ولكنه الآن هو مهارة من المهارات الكبرى، تأديب الفرس واهتمام به وكذا والانشغال به وإحسان إطعامه هذا شيء كبير جدا، ورمي بقوس سماه نفسه له مما ليس باطلا، وملاعبة الرجل زوجته سماها له مما هو له وهو جائز. إذا احتله مش كله حرام، اللهو منه اللهو الذي هو بمعنى المشغلة، وهذا يشغل عن الحق وهذا لا يقبله الإسلام، ألهاكم التكاثر. ومنه اللهو الذي هو عبارة عن إعطاء هذه الأشواق التي هي في نفس الإنسان فرصتها لتظهر. لنقل إن هذا الشاب له عاطفة، وهذه العاطفة عاطفة محبة أو عاطفة توجه تضبط وتوجه أيضا إلى الخير، ونجعله يحب المعاني السامية ونحب الفضيلة ويحب من يستحق أن يحبه حتى لا يطيش، ونضبط معه هذه القضية، نضبط أي مسائل عاطفية نفسها نضبطها أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن
عن الحب أيضا في كثير من الأشياء، وقلبه معلق بالمساجد. الحب قد يوجد، قد لا يتعلق بالأشخاص، قد يتعلق بالأماكن. فرق بأن يحب الإنسان ناديا تافها أو خمارة أو مكانا لقتل الوقت، أو يحب مسجدا وقلبه رجل قلبه معلق. إذن العاطفة هذه، العاطفة التي فيها محبة الله ومحبة رسول الله، وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يحب الإنسان أهله، أن يحب زوجته، أن يحب أصدقائه، أن يحب أهله، أن يحب الصالحين. هذا الحب عنده توابل يمشي، عنده مجالاته، كل هذا داخل فاش داخل في معنى له. إذا كان له بمعنى العاطفة، هذه عاطفة توجه وتسدد. والمدارس الآن التي تمضي في الاتجاه هذا كلها تقول إن العواطف يمكن إعلاؤها، الإعلاء، الإعلاء أو التصعيد هو الرفع من هذه المخزونات، من هذه الكوامن في نفس الإنسان، من أجل الانتقال بها إلى مستوى آخر لتؤدى ولتنفس على مستوى أرقى. قد يصير الإنسان الذي له هذه العاطفة شاعرا كبيرا، قد يصير إنسانا فنانا مهذبا ويستطيع أن يفيد بفنه، قد يستطيع أن يكون شيئا من هذه الأشياء التي هي أساس قائمة على هذه العاطفة المضبوطة الموجهة توجيها حسنا. إذن ما نخافوش من هذه كلها ونشطوها من البداية ونجو غادي نقول لك هتشي الدنيا ما فيها ما يصلح. لا، هذه أشياء تصلح إن أصلحناها، وتفسد إن نحن تركناها وأهملناها. إذن هذا إن شاء الله في اللقاء المقبل إن شاء الله أذكر بقية عناصر هذه الآية التي في الحقيقة يجب أن نتوقف عندها كما قلت لكم، من أجل أن نخرج منها بفهم تربوي عميق لا يتجاوز الحياة، ولا نكون مثل رهبان نصارى نلغي هذه الغرائز، بل نضبطها ونحسن توظيفها لصالح الإنسان المسلم الذي يتربى وفق هذه التربية. إن شاء الله غدا إن شاء الله بعد الحمد لله الإخوان الذين كانوا مشرفين على حملة في مدينة وجدة وما حولها لتحفيظ القرآن الكريم، مجموعة ديال الأبناء ديالنا الأطفال وبعض اللجان ديال المساجد اللي حقيقة أداوا المهمة ديالهم، اللي معناها مساجد اللجان اللي ديال بصح ماشي ديال التكارير، ماشي اللجان ديال هذا طول وهذا قصر، اللي أداوا رسالة مع هؤلاء الأبناء جزاهم الله خيرا، وقفوا مع الأبناء ديالهم وبقوا استمروا معهم واحد المدة الآن ديال تقريبا واحد شهر ونص ولا قريب شهرين، وحقيقة واحد مجموعة كبيرة حفظت القرآن. وهذه من عادات الخير أو سنن الخير. الناس راه ما يعطوش القيمة لهذه الأشياء، الناس خصهم غير المسائل الكبيره اللي فيها المهرج، ولكن هذا هو التربيه. احنا كنا نتكلموا على التربيه والتوجيه، والابناء ديالنا اذا مشاو وقراوا القران حتى شي واحد غدا ما يتسلط عليهم، حتى واحد ما غادي يكذب عليهم، حتى واحد ما غادي يحرف لهم الدين ديالهم، ولكن نربطوهم بالقران. الحمد لله في وجده وما حولها، في وجده غير في هذه المنطقه كاين تقريبا حوالي 90 مركز من مراكز القران اللي اشتغلت في هذا الصيف ولله الحمد. وان شاء الله غادي يكون واحد في الختامي ديال هذه الدورة الصيفية في المسجد ديال عمر بن عبد العزيز قدام البلدية، وحنا ماذا بينا اللي عنده نحضروا معهم، ماشي نحضروا، لأننا يجب أن نشعر الآخر بأن الأمر مهم، نشعر الأبناء ديالنا بأنه ماشي الناس يحضروا دائما غير التجمعات التافهة والأشياء التي لها أبواق ومزامير، بل هذه أشياء يجب أن تبقى ويجب أن تستمر. الحمد لله الآن واحد مجموعة ديال الأطفال اللي في سنوات ماضية مشاو الآن وكاين اللي فيهم الآن في دراساتهم العليا واستفدوا من هذا التكوين هذا. احنا ما حناش نقول لهم غادي يحفظوا كلهم القران، ولكن غير يقعدوا مع القران، غير يحبوا القران، هذاك هو الربح. اللي حفظ غير جوج حزاب راه معناه راه مسلم، وراه غادي ديك الحزاب لا بدا ان تاثر فيه وتوجه ويبقى مسلم ويبقى يحب القران ويدافع على القران غدا كينوضوا هذو اعداء القران، هو غادي يكون فيه. فلذلك ان شاء الله غدا مع التاسعه ونص ان شاء الله غادي يكون نلتقي ان شاء الله هناك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. عملت السوء وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.